استاذ علي، حسب الاحصائيه اللي تفضلت بها بالارقام اللي حضرتك ذكرتها، لكن اريد اكون يعني صادق في كلامي معك، ان العراق وصل انتاجه الى 900,000 طن من المزارع المرخص بها والغير مرخص بها، والان بدا الانخفاض وصل الى 300,000 طن نتيجه ردم المزارع الغير مرخص بها، وبالتالي نلاحظ ارتفاع سعر الأسماك وصل إلى 9,000 دينار، ومن المتوقع أن يصل إلى 10,000 أو 15,000 دينار نتيجة قلة العرض وتدمير البنية التحتية لهذه المزارع السمكية الكبيرة جدا والغير مرخص بها. الموضوع اللي احنا شقد نستهلك سنويا سيد آيات، تحدثنا مع احنا شقد نستهلك سنويا عفوا. نعم استاذ، احنا وصلنا الى 900,000 طن، وهذه 900,000 طن كانت تعتبر كافيه وسدت حاجه السوق ومنعت الاستيراد من خارج العراق، وبالتالي وصل كيلو الاسماك الى 4,000 دينار. زين. وهذا دليل على انه زين. الاكتفاء الذاتي بالسعر الموجود في السوق، وبالتالي صار عرض كبير جدا. سيد ايات خلي اداخل وياك هنا حتى افهم، حتى افهم، وصلت الى اكثر من 70. واضح.